اليوم راح يكون في عنا أمسية مرتلة من جوقتنا الحبيبة اللي الله يعطيهم العافية، تعبوا واجتهدوا صارهم على مدار 5 شهور عم بتدربوا عليها، وطلاب مدارس الأحد مع مرشدينهم اليوم راح نشوفهم بترتيلتين أو 3. كمان مرة كل الشكر لك أبونا على رعايتك لهاي الأمسية وهاي الترتيل وهاي الصلاة، وكل عام وجميعنا بألف خير. لنكرمن القديسة بربارة الكليات الوقار، لأنها حطمت في خاخ العدو ونجت منها كالعصفور بمعونة الصليب وسلاحه. وهم أحباء الله.
دائما أنت ولدي خالقك، كيف استطعت أن تحملي اللهيب الإلهي في داخلك؟ كيف أصبحت والدة لمن هو والد كل الخليقة؟ أقف متحيرا أمام هذا السر الرهيب، حيث لا يمكن لعقل بشري أن يدركه. ماذا فعلت على الأرض لكي يختارك السيد منزلا ليحتويك؟ فالآن ها أنت تطوبي من الجميع الصارخين نحوك، طوباك يا من ولدت خالق المسكونة. عظمي يا نفسي من هي أكرم قدرا، وأرفع مجدا من الأجناد العلوية. إنني أشاهد سرا عجيبا مستغربا، المغارة سماء والبتول عرشا شيروبيميا، والمذود محلا شريفا الذي اتكى فيه المسيح الإله، غير الموسوع في مكان، فلنسبح المجوس. لما شاهدوا كوكبا جديدا وغريبا ظاهرا بغتة سائرا سيرا مدهشا يفوق كواكب السماء ضياء، استدلوا منه على المسيح الملك مولودا على الأرض في بيت لحم من أجل خلاصنا. عظم يا نفسي الملك المولود في مغارة. إن المجوس قالوا أين الصبي الملك المولود جديدا الذي ظهر نجمه؟ فإننا إنما أتينا لنسجد له. فهيرودس المحارب Thank you.
الأرض عند مشاهدتهم الخالق طفلا مخلوقا تحتضنه يدي بتولا لا تدري كيف أصبحت أما في وقت كان هو يحتضن المسكونة أجمع. يا لقدرتك يا رب، فإنك تقلب الموازين وتجعل من المستحيل ممكنا. هيا يا أجناد الرب الملائكية إلى بيت لحم القرية اليهودية، وهيئي مكانا لمن لا يحويه مكان، خالق الأكوان والمولود قبل الدهور الأبي مولودا الآن كبشر ليأخذ خواصي البشرية. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في بلد الموت أشرق عليهم نور. ارتضى الغني الفقر لكي يغنينا، نزل العلي إلينا ليعلينا، فلنزهد بالأهواء والغنى والمجد الوضيع. فتح لنا باب السماء فليتركن كل منا، زلات الجميع أشرق النور، فلنسر ولنعطي المساكين. وانت يا بيت لحم وانت صغيرة سيخرج منك مدبر يرعى شعب إسرائيل. هيا يا رعاة من الليل الدجيل، أشرقت أنوار المسيح الإلهي، وقدموا للسيد كالملائك التسابيع. أشرق لمن في ظل الموت مقيدا عديم الصوت، ويا مجوس هيا اسجدوا لمولد المسيح رب الباهي. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. نحن بالتفرد عنك قد أكسينا، أنت بتواضعك منك تدنينا. يا أيها الإله الذي لا يدنى من سماء، اتخذت طبع البشرية ولن تشارك في الخطية، وبالحب لفتنا إلى الأخي نعطي من ما يغنينا. جورجيوس الشجاع في الجهاد والاستشهاد، اجتمعنا اليوم لكي نمدحك على التسليم حفظته والسعي أتممته وتقبل إكليل الغلبة من الله، فابتهل إلي في إنقاذ المعين.
الشدائد والفساد. يا بيت إفراثا للقدس أنت بيت للأنبياء مجد فهيئي مقاما ليولد الإله فيه. الله من التيمنيات ومن جبل مضلل مدغن عظيم سر التقوى الله وهو الأقوى صار إنسانا مثلي ليحمل آثامي بريء من الشكوى. مبارك الآتي باسم الرب الله الرب ظهر لنا في جسمه اختصار الرب كل البشر وعنه الأنبياء قد سبقوا فقالوا هو المسيح المنتظر. المجد للآب والابن والروح القدس. شق حجم السماء وجاء أرض الفناء رسول الرأي العظيم لينقذ من موت جنس الآدم الأشقياء. الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. ولادة من بتول أمر يثير الذهول كيف المعطي الشريعة صار تحت الشريعة وهو الرب غير المعقول. تنازلت عن عرشك السماوي ولبست جسدا، اتخذت طبيعتي أنا الوضيع، ولدت في مغارة حقيرة، عاشرت أقراني على الأرض كي تعود وترفعني إلى السماء حيث الموطن الأصلي. بمولي
فقد صدر ذلك الأمر من قيصر، إذ إن مملكتك الأبدي
متكلين عليه. قد لبثوا
المسيح إلهنا قد أشرق نور المعرفة للعالم لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العدل وأن يعرفوا أنك من مشارق العلويتين يا رب المجدولا بقلوبهم البيضاء وأصواتهم الملائكية يقفون وأطفال مدارس الأحد أمام طفل المغارة متأملين بجمال طلعته مستمدين منه فضائل جمة ليكونوا أطفالا مشابهين له في المحبة والتواضع فلا بد لهم من تقديم الشكر الواجب للطفل يسوع عمانوئيل بطريقتهم الخاصة وناشيدهم البهجة حتى يسلم
السماوات ليك الشي تغير وحليت البركات فرحت كل الدنيا وفرحت السماوات ليك الشي تغير وحليت البركات راح الحزن بعيد بلش عهد جديد راح الحزن بعيد بلش عهد جديد وضل الفهد بقلب الكل ونور هالحياة نور هالحياة يا الطفل النايم بموت ود صغير تلج وطقس غايم بردان وفقير شو بقدر اقدم لك تدفى بهالعيد رح اقدم لك قلبي وكل ليالي العيد بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان بطلب منك يا يسوع تسقي العطشان بطلب منك يا يسوع دف البردان بطلب منك يا يسوع تحمل إنسان يا هالطفل النايم بمذود صغير تلج وطقس غايم بردان وفقير شو بقدر أقدم لك تدفى بهالعيد راح أقدم لك قلبي وكل ليالي العيد عطينا نحبك يا يسوع طول الأيام ما تترك خي الموجوع على أرضينا نمشي خلفك درب شموع ننسى الآلام عطينا نحبك يا يسوع طينا السلام عطينا نحبك يا يسوع طينا السلام عطينا نحبك يا يسوع طينا السلام فاتن
فليتفضل. فليتفضل قدس الأرشمندريت أثناسيوس راعي أمسيتنا المجيدة ليسمعنا كلمة منفعة. مرة تانية كل سنة تسالمين يا ربي. شو هي فرحة العيد؟ فرحة العيد هي لما نشوف أبنائنا وبناتنا هدول عمالهم بتمسكوا بالكنيسة، بيكونوا دايما قريبين بالكنيسة. هاي الفرحة هي فرحة بتدخل في قلوبنا كنا لما نشوف هيك عماله جوقة أو هيك جوقة أولادنا وبناتنا في مدارس الأحد. واللي أنا بعرف المرشدين من 25 ل 30 سنة وإحنا في أيام دي، بس ما كبرتكم كتير. وبعرف قديش التعب، وبعرف قديش المجهود من سنوات طويلة في عنجرة اللي طلع أجيال من مدارس الأحد وصاروا أغلبهم منهم مرشدين، منهم اتجوزوا، منهم درسوا، منهم طلعوا وأسسوا بيوت. هاي الانتماء للكنيسة من خلال مدارس الأحد، واللي علينا واجب كنا نشجع أولادنا وبناتنا إنهم ينضموا للكنيسة، حتى أهم إشي يبعدوا عن الموبايل. أخطر شيطان في القرن 21 هو الموبايل. عشان هيك كل ما وديتوهم للكنيسة، كل ما بعدتو طلعوهم يلعبوا في الحارة، ولكن ابعدوهم عن الموبايل، هو الشر. مع فكرة إحنا أكثر منهم أمرات نمشي على الموبايل، فدير بالكم الموبايل هو اللعنة اللي بتمسك الإنسان، اللي بيقدرش بأكثر إدمان من المخدرات. عشان هيك كل ما بعدنا أولادنا وتدربوا وكانوا قريبين من الكنيسة، كل ما بيكون هذا صحي وروحي، حتى نعمة ربنا تحميهم من كل اللي عمالنا بنشوفه واللي بيجي على البشرية من التصالح مع الخطيئة وعمل الخطيئة قانون في الحياة إنها مش خطيئة. عمالنا بنشوف المجتمع بتغير باستمرار، اللي كان خطيئة اليوم بنشوفه قانوني وبنشوفه إنه إشي صحي. كل الأمور بيغيروها عشان يغيرونا إيماننا ومعتقداتنا وتاريخنا وعاداتنا وتقاليدنا وكل هاي الأمور. فعشان هيك كل ما تمسكنا بالكنيسة، كل ما الكنيسة كان صوت ربنا في داخل قلب كل واحد فينا. أبونا قدس أبونا الحبيب يوحنا حداد، من مجيئك هون استمريت بعمل كل الآباء اللي كانوا موجودين هون، وبنيت حجر فوق حجر وطوبة فوق طوبة، ورفعت هاي الكنيسة باستمرار، حتى شفنا الحمد لله عمالها صارت عنا شوقة. اللي بفتكر حلم دايما كان في الكنيسة إنه يكون في جوقة لكنيسة القديس جيورجس في عنجرة. الله يرحم الجميع اللي كانوا يرتلوا، بتذكرهم أبو أنور والكل اللي كانوا، وكل والله يعطيهم الصحة أكيد للموجودين أكيد، ولكن بتذكر كيف دايما كنا نحلم بجوقات في كل منطقة، وهي في عنجرة شوي شوي بنعمة الله وبركتكم رح يصير هاي الجوقة، حتى مع مين هم بيرتلوا، حتى يستمروا باستمرار مع بعضهم البعض، حتى يسمعون الصوت الملائكي اللي يرفع قلوبنا. لما يحكينا الكاهن ارفع قلوبكم لفوق، تكون قلوبنا في الملكوت بتسبح وتمجد ربنا على الدوام. بشكر المرشدين وكل اللي عملوا على إنجاح هاي الأمسية الترتيلية. والحقيقة اليوم رتلوا قطع صعبة، يعني في قطع صعبة رتلوها ولكن أجادوها بكل مهارة. ربنا يبارك الجوقة، ربنا يبارك مدارس الأحد، وربنا ينميكم باستمرار.
كل الدعم من صاحب السيادة المطراني خريستوفرس أبونا. كل سنة تسلمين ميلاد مجيد، ربنا يعطيكم النعمة والبركة دائما. كل الشكر لك أبونا أثناسيوس، كل الشكر لصاحب السيادة اللي دائما عم تدعمونا بتوجيهاتكم معنويا وماديا. جوق السنة عن جد كنا رح نتميز باختيار يعني قطع ما ترتلت بجوقات، لكن للأسف عندنا 4 مريضين. أنا صوتي مش كثير مساعد، بس وعد إنه الأمسية اللي صارت اليوم حنسجلها وحنزود فيها المطرانية أو أي قناة، وحتكون عن جد مميزة بترفع الرأس. شكرا للجميع، للمرشدين، للجنة السيدات، لجنة الكنيسة، أبناء هاي الرعية اللي دائما متواجدين معنا بشدوا عيدينا ويشجعونا. مهما كان أبونا الخوري نشيط لحاله ما بيقدر يشتغل إشي. أنا لو ما كان في حوالي مرشدين أصحاب خبرة، لجنة كنيسة دائما موجودة في الكنيسة، مرشدين، لجنة وجوقة، وعرأسهم الأخ فادي، الأخ عدنان شكرا لك، دائما متواجد معنا، دائما بزبط لنا أجهزة الصوت. شكرا للكل، وعذرا إذا نسيت حدا، وإن شاء الله كل عام والجميع بألف خير. في ختام مساؤنا هذا المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر الله أولاً على عطائه ونعمه التي يغدقها علينا يومياً ويزيدها أكثر بالأعياد المباركة. كما نود شكر المركز الإعلامي لمطرانية الروم الأرثوذكس لجهودهم في نشر صوت الحق في هذه الأيام التي يفتقر فيها الحق. ولا ننسى أن نشكر أبناءنا عدنان خليفات وكرم خليفات على مساعدتهم لنا في الصوتيات والإعلام. Thank you.